قبل انتصار الثورة الإسلامية كان الجو العام للحكومات والشعوب والنخب هو أجواء الاستسلام واليأس من أن نتمكن من صناعة حضارتنا الرائدة الإسلامية. بعد انتصار الثورة الإسلامية ظهر نور وأمل للشعوب الإسلامية وللنخب الإسلاميين بأن هناك حراك إسلامي بدأ في الزمن الذي كانوا يقولون الدين أفيون الشعوب، وهذا الحراك الإسلامي عم المنطقة وبدأت الحالة الإسلامية الصحوة كما يسمونها تظهر الصحوة. والصحوة الإسلامية بدأت من جديد، خصوصا أن الثورة الإسلامية رفعت شعار اليوم إيران وغدا فلسطين، وبعد ذلك الإمام أعلن يوم القدس. صحيح. ويوم القدس تحول إلى يوم الإسلام، يوم المسلمين ويوم الأمة الإسلامية، وحول قضية القدس وقضية فلسطين من حالة تتعلق بفقط الشعب الفلسطيني أو من حالة قومية بأنه قضية الإنسان المعاصر، قضية الأمة وقضية جميع مظلومين في العالم.